السلام عليكم بالاخوه الكرام. خاي التابولة الروتين ديالي اليومي، كنعسو في الليل، كنعسو معطلين، هادي حاجه طبيعيه. كنعس معطل، كتدخل السليعه ديالك في الصباح، كتفيق، كتخرج السليعه ديالك، كتفرقها، كتزوقها، المهم كتطوي جنات. هذا هو الروتين اليومي ديال التابولة. واللومبيونس كنحبو نعيشو هاد اللومبيونس كل عام. التابولة ماشي الربح، الربح ديالها الكبير هو اننا كنكتاسبو شحال من واحد، كنكتاسبو الرفقاء، كنضحكو، كننشطو، كنعيشو واحد لومبيونس من العام للعام. حنا كنتسناو هاد لومبيونس هذا، وحنا ماشي كنديرو مصدر رزق. الشباب بغيتهم يخدمو ويتركزو على راسهم وكدا، وما يعمروش راسهم بشي حاجة خاوية. ما بغيتهمش يعمر بشي حاجة خاوية بحال اللي دوزنا حنا، فهمتيني علاش؟ علاش حنا دابا حنا اللي مريحين بلا خدمة بلا والو. تركت بالحبس، تركت بسميتو، طلبت 17 شدة و 15 عام تندوز الحبس. خرج دخل و 92 دخل خرج دخل خرج. يلا حياتنا هي مشات هكاك، ما والو. السنان مشاو لا جواز لا والو. بنادم يصغر مني والد جولات ثلاث ولاد، شنو هادشي؟ ها يلا او جاب لهم عليك الشباب، يبعدوا على السرقه، اي بعدوا من السرقه. هذاك الشيء كامل ما فيه نفع، لا بيع وشراء ديال هذاك الشيء ديال المخدرات ولا كذا ولا والو. راه ما عمر ما تقرقبت، ما عمر ما كليت الدواء. كليت واحد النهار شي جوج حبات، شنو صيبطتني بعامين ديال الحبس. ياك حتى نوريك. السلام عليكم. نهضروا على اجواء ديال التابولة. التابولة خوتنا، التابولة التابولة ماشي على ود المال، على ود الاجواء ديال العيد. نتفكروا فهمتي التقاليد ديالنا والدين ديالنا، ماشي قضيه الفلوس نشريو الفاخر ولا التبن ولا البصله على المال. حنا بغينا نحسوا بديك الاجواء ديال العيد، وراه باش تكون واحد الرابط ما بين الدراري، وما تكونش واحد التعصب وواحد ورا اجواء التابولة كنعيشوها من العام للعام، ماشي ديما كنعيشو التابولة من العام للعام. كتجي هاد الاجواء كنبغيو نشطو ونضحكو ونسيو الهموم ونسيو شحال من حاجه. حيت الا جينا نفكروا في الهموم ان ما غنعيشوش في ما غنعيشوش، اللهم ننسيوها بهاد لومبيونس اللي كندوزو كعاده. ماشي على قضيه اصلا، ما فيها البركه. الله كاينه البركه، كاين الحمد لله، اللهم لك الحمد. ولكن عاوتاني راه حنا ما تنفكروش بالمال، حنا جالسين. اللي من بعنا حتى كيلو البصله ما بعناه. الصحاب ولاد الحومه مجموعين، خوتنا كبار صغار، الضحك والنشاط. اولا السلام عليكم. بلاد المناسبه ديال عيد الاضحى تنبارك العواشر لجلاله الملك محمد السادس والامه الاسلاميه وخوتنا المغاربه من مدينه سهله. بالنسبه لهاد مناسبه عيد الاضحى، حنا كنحتفلوا بالتشابولة، تنديروا التشابولة، التقاليد ديالنا في مدينة سهلة، تنبيعوا فيها الفخار، وتنبيعوا داكشي ديال الجلبانة، وداكشي ديال فهمتي الملتزمات، داكشي ديال عيد الأضحى. والحمد لله أنتم كتشوفوا في الدراري فرحانين، والدراري ناشطين، وخوتنا أنتم كتشوفوا فيهم كلشي فرحان وكلشي ناشط. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يدخل عندنا هذا عيد الأضحى بجميع المتمنيات وبشي خدمة إن شاء الله. وانتم كتشوفوا ما كاين لا خدمه لا والو في هذه مدينه سهله. تنديروا هاد التابولة تنترزقوا بها الله، تناكلوا منها خبيز فهمتي، بما جاب الله شي خدمه. كان عندنا هاد الحي الصناعي هذا هو حبسوه لينا، وانتم كتشوفوا عندنا التبيطيل، عندنا الاجرام، السرقه، الضرب والجرح، ما كاين لا خدمه لا والو. ولينا الاغلبيه ديال الشباب في هذه مدينه سهله كيفكر يهاجر يمشي للضفه الاخرى، مدينه الاسبانيا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى من السلطات فهمتي تجي تشوف من حق هاد مدينة سهلة. الدراري ضايعين بزاف، مدينة سهلة منسية بزاف. شوفوها طنجة، طنجة صارعينا، صالحين مدينة طنجة، أكادير، الرباط، حنا في سلا والو منسيين. نتوما كتشوفوا الأرض كي دايرة موسخة، شحال من واحد يصحاب سلا هنا، كاينة وحدة الرباط كيصحابوها راه شي مدينة فهمتي حضارية. عندنا مدينة مهمشة بزاف،
والسلام عليكم خوتنا واكسيو واحتراماته. باش نعيشوا هذه الاجواء الزويونه بالمناسبه ديال عيد الاضحى، وشنتمنى من الله الدوم هذه المحبه ما بين ولاد الحومه وما بين الناس ديال حار الرحمه، سكان حار الرحمه اللي هي منطقه جميله مولفينا حنا بزاف. واخا كنمشيو فين ما مشينا كنرجعوا لمدينه تسلا اللي هي المنطقه ديال حار الرحمه، وديما ان شاء الله فرحانين مع ولاد الحومه وكنطمحوا نزيدوا لقدام ان شاء الله. وكنبغي نقول لخوتي العزاز عواشر مباركه وطولة العمر وحج الوالدين ان شاء الله، واللي الله يخلي لهم الميمات ديالهم، واللي ما عندوش الميمه الله يرحمها. واش نتمنى من الله يسهل علينا الله. خويا بالنسبه للاجواء ديال العيد والاجواء ديال التابوله، فهمتيني هذا شي بان ليا بادره طيبه ديال الدراري انهم شي يديروا التابوله وكذا وشي يدبروا على راسهم. يعني التابوله نقولوا حنايا ماشي ياخذوا منا الفلوس ولا باش يبيعوا ويربحوا الفلوس، يعني راه ماشي شي ارباح، ولكن باش يريحوا الطريحه هذه ويقصروا وكذا ويبعدوا، يخلقوا لومبيونس ويبعدوا من الصداع والاجرام وفهمتيني والسرقه وشحال من حاجه. يعني الدراري ماشي ديال هذاك الشيء. ولينا كنشوفوا هنايا في حار الرحمه يعني ما كاينينش موش نفاسات فين 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 يلهي بنادم الوقش ديالو، فهمتيني؟ يعني اجواء ديال العيد كيجي هذا الموش نفاس ديال التابوله هما مريحين ناشطين مع بعضياتهم تيقصروا الرامي، يعني فهمتيني واحد البادره اللي زويونه. يعني ما كاين كل شيء غتلقى بنادم جالس تيفكر شنو خاصو يدير، فهمتيني؟ يمشي يشفر ما عندوش فلوس ما عندوش شحال من حاجه. يعني والموش نفس اللي كان عندنا هو حي الصناعي ما بقاش، يعني الشركات ما بقاوش، ما بقاش بنادم فين يلقى يخدم. يعني بنادم عنده باك كما قال لك الدري من قبل، هو عنده باك وغير جالس، فهمتيني؟ شحال من واحد هنايا قاري وعنده ديبلوماج وعنده ما خدامش. يعني حي الرحمه فهمتيني مهمشينا، تنطلب من فهمتيني المسؤولين الكبار انهم يدير واحد الموشي نفس للدراري، واخا فين يخدموا واخا الشركات. يعني بنادم راه واحد السالير ديال 2000 درهم اضعف الايمان، يعني راه قابل به بنادم ما يبقاش جالس.